هلا من الصعب او من شبه المستحيل يعني اني اقترب من لوحتي او اقوم يعني بشرحها، بس في لحظات من الدعابة او الطرافة او تجاوز هذه المثاقفة، يعني قول على قول، اللوحة حالة بصرية يعني تتجاوز موضوع اللغة، لكن إذا وضعها ضمن حاضرة يعني لغوية مشان أقرب من الجمهور يعني إلى حد ما ربما بحاجة إلى الدعابة أو إلى الدغدغة، فأنا أعتبر حالي أدغدغ الآخرين من أطراف أصابعه ليضحكوا، يلغوا تكشيرة موجودة على وجوههم العابسة المتربة أو قلوبهم المليئة بالإدرينالين من الغضب والتعاسة والكآبة. فأنا رجل أشبه بزبال في شوارع دمشق أو في شوارع نيويورك أو في باريس، أنا منظف الأول في الدنيا، وأنا بطبع الشخصي إن سألتني بماذا أحترم من المهن، أنا أحترم الزبال، أحترمه لجهدي وأرفع القبعة احتراما له. هذا يقوم بجهد حقيقي في الحياة، الجالسون على المكاتب، أصحاب الجرافيتات، أصحاب العطور الباريسية أو أصحاب هذا الموبايل، يعني بدقل وجهك مشان يرفع كرشوة بيأخذ من هذا لهذا 10 مليون دولار أو 20 مليون دولار. أنا هلا أرتضي هذه المهن السخيفة، ولا أرتضي أيضا أصحاب مؤسسات ثقافية أو أرض ديلار من جاليري وتجار فن أو مزادات. فالمال أنا أعتبرهم كلاب المال أو عبدة القرش، فأنا لست لا عبدا للقرش ولا عبدا للمال، لا بالعملات المعروفة ولا بالعملات الصعبة.